هذا الملعب الجميل ملعب المدينة الدولي في بغداد 30,000 متفرج 30,000 ولو يعني مبتوى يعني إذا لم تتواجد حتى مو بالحين يعني حتى قبل المباراة بساعات ما راح تشوفك مكان أبدا. هذا باختصار بالنسبة لهذه الأجواء الجميلة في العراق. هنا إذن الآن الركلات الترجيحية مشاهدين الكرام، الركلات الترجيحية. يا سلام على هذه اللقطة أيضا ما بين اللبناني علي قصاص والحارس العراقي حسين حسن. لا الأولى للبنان علي قصاص هو من يتقدم. إذن الآن علي قصاص والركلة الأولى ستكون للبنان. علي قصاص تقدم حطها علي قصاص ليتقدم المنتخب اللبناني الآن بهدف مقابل لا شيء من خلال الركلات الترجيحية. علي قصاص يتقدم للمنتخب اللبناني من الركلات الترجيحية. زعلانة فعلا، لكن الأمور من خلال الركلة الأولى الآن للمنتخب العراقي. هل يعيد عبد القادر أيوب الابتسامة للجمهور العراقي الكبير من خلال التسجيل والذهاب إلى التعادل من خلال الركلات الترجيحية بعد الركلة الأولى. عبد القادر أيوب يسجل وبالتالي الآن 1-1. عبد القادر أيوب حطها في المرمى وعودة الابتسامة العراقية من جديد. من يتألق من الحارسين الآن أيضا في الحضور من خلال الركلات الترجيحية؟ حسين حسن ولا رامي مجالي؟ الآن للبنان الركلة الترجيحية الثانية الآن للمنتخب اللبناني. الركلة الترجيحية الثانية الآن للمنتخب اللبناني. يا سلام، حطها جميلة فعلا. محمد صادق شوف 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 هذه لعبة لعيب. محمد صادق يسجل الهدف الثاني للبنان. الآن لبنان هدفين، العراق هدف. نذهب إلى الركلة الثانية للعراق. هذا الآن يبدو لي سجاد من خلال الركلة الثانية الآن للمنتخب العراقي يتقدم. حطها سجاد وبالتالي تعادل بهدفين. حطها سجاد في الشباك من سجاد محمد وبالتالي تعادل بهدفين. سهرة كروية ممتعة في العراق. الآن نذهب إلى الركلة الثالثة للبنان. شايف ثلاثة، محمد الموسوي يتقدم الآن يسجل أم لا؟ محمد والتعلق للحارس العراقي بالفعل حسين حسن يتعلق يبعد الهدف اللبناني الثالث من الركلة الترجيحية الثالثة من محمد الموسوي. الظهور والتألق والروعة لحسين حسن الحارس العراقي يتألق ويبعد الكرة الماضية وبالتالي الآن الركلة الثالثة للعراق
هل يسجل المنتخب العراقي ويتقدم الآن على المنتخب اللبناني في الركلات الترجيحية؟ راح نشوف أم يتألق أيضا الحارس اللبناني رامي مجالي. الموجود الآن هو اللاي فاضل. ماذا ستفعل يا اللاي؟ يتقدم الآن اللاي. اللاي فاضل، شو اللي راح تسويه يا اللاي؟ هل تذهب إلى الركلة الثالثة والهدف الثالث مع العراقيين؟ شوف الترقب، شوف التوتر. نعم، هي الركلات الترجيحية، ركلات الحظ، ركلات الحظ. الآن اللاي فاضل، لكن حكم اللقاء الأردني يعني وقف اللعب الآن. شو السالفة؟ يطالب بالتهدئة، تهدئة الجمهور. أعتقد ذلك، نعم، من خلال هذه الصورة في إنذار، ممكن يعني هذا الإنذار لمدير المنتخب العراقي، لكن يطالب بالتهدئة، يطالب القائمون على تنظيم هذه البطولة واللجنة المنظمة وتحديدا من خلال هذه المباراة على تهدئة الجمهور من أجل تنفيذ أمثل للركلات الترجيحية. هذا ما يحدث الآن، يعني أنا أقول لكم الصورة الموجودة من خلال هذه اللحظات، الحديث مع الجانب العراقي من خلال هذه اللحظات والترقب الكبير والجمهور الكبير والحضور الكبير والمباراة الكبيرة والجميلة ما بين العراق ولبنان، لبنان والعراق.